وده كان أول اكتشاف للغباء في التاريخ. لما سابوا الاكل لغايه اما باظ، ومن ساعه ما اكتشفوا الخمره كل حاجه باظت. ايه يا جامده؟ وده كان اول تحرش في التاريخ. ما تيجي في المغارة ونجيب سارة. احترم نفسك، أنا من مغارة محترمة على فكرة، لو عايز أي حاجة تعالى اطلبني من أبويا. خلاص أجي أطلبك من أبوكي في الحال. وده كان أول جواز في التاريخ، ضربوا حجرين عرفي واتكلوا على الله. لا 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 من حجري وبنحبوه، الكهف بنستنوه. من حجري وبنحبوه، عايز الميكانيكي يجي يركب ديناصور. اتدحرج واجري يا رمان، وتعالى على حجري يا رمان، يا رمان يجي على الصخور، يجي يعمل له خابور، يجي على الصخور. هو كل يوم غسيل ومسح وكنس وطبخ، انا زهقت بقى. انت ربنا ياخدني عشان ارتاح من القرف اللي انا فيه ده. يا ترى مين اللي جاي على الصبح؟ مين؟ يا دفشه بنتي، يا دفشه افتحي، انا صاحبتك طوبه. تعالي يا طوبه خشي. صباح الخير يا دفشه. صباح النور يا اموه. يوه، انت لسه بتنضفي لحد
دلوقتي؟ اعمل ايه يا اختي؟ ما البيت كله تراب زي ما انت شايفه. وماله؟ ما احنا في العصر الحجري، هو احنا حالتنا غير التراب؟ اسمعي، سيبي كل اللي في ايدك ده ويلا. يلا فين؟ على البحيره، الستات كلهم متجمعين، رقص ودلع وايه؟ يا بنت فكي من الكابتن اللي انت فيه ده بقى. يا نهار اسود، ده نظلت جوزي لو عرف يقتلني. هو جوزك ده مش هيبطل الحكايه دي بقى ولا ايه؟ ايه ده راجل خانقه بصراحه. ما الستات كلها بتخرج يا اختي، هو خايف عليكي من ايه؟ بيخاف عليا من الديناصورات. احنا فين والحاجات دي فين؟ ده احنا في وسط البلد. هو بقى يا اختي بيغير عليا. ده انت طلعتي عبيطه قوي يا بنتي يا دبشه. جوزك ده اللي عامل فيها بيخاف عليكي ومقعدك كده في البيت على طول، بيعمل كل ده علشان هو يروح ويجي على مزاجه، ده عايشها بالطول وبالعرض. لا بقول لك ايه يا حبيبتي، انا جوزي راجل مستقيم وما يعملش حاجه غلط ابدا. مستقيم؟ شلها يا مستقيم، ده خاربها. انت عارفه يا بنتي ده مسمينه ايه؟ مسمينه ايه؟ عندلي الكهوف. اخصى عليك يا غلط يا اخويا، داير تتعندل على الناس كلها ومش عارف تعمل عنزيل عليا. يا حبيبتي بس يا روحي ما تقطعيش قلبي. ما يستاهلش دمعة منك والله. طب اعمل ايه دلوقتي؟ مش عارفه افكر خالص. لا احنا لازم نشوف صرفة. طب ايه نعمل ايه؟ فكري معايا. انا لقيتها. ايه؟ الراجل جوزك ده مال. لازم نعمل فيه ملعوب يعلمه درس يطلع من نفخه كده. وانا عندي اللي هيعمل فيه الملعوب ده. مين؟ ولاد خالتي. عيال ايه؟ دماغهم سم متكلفه وهيحلوا لك المشكل ده خالص. يا ريت والنبي يا اختي يا ريت. طب بقول لك ايه بقى؟ إيه؟ انا رايحه ادلع نفسي مع الستات شويه على البحيره وهبقى اعدي عليكي وقت تاني. ماشي ماشي، يلا باي باي. ما تنسينيش والنبي. ما اقدرش اروح الروح ما اقدرش. يلا باي باي يا حبيبتي. باي باي يا ستي. يا دبشه انت يا بنت يا دبشه. ايوه يا زلط يا حبيبي. امسكي يا روحي. ازيك يا حبيبتي؟ ايه ده انت جبت لي هديه؟ يا بنت هديه ايه ده؟ شويه طوب عشان الجيران يعرفوا ان انا راجل في بيتي. يعني انت كل اللي فارق معاك الناس بس؟ ايوه يا بنت، اهم حاجه عند الناس. وانت تفرقي عندي انت؟ حيالله مراتي. يلا يا بنت بسرعه. طب حس بقى ان انت يعني ما جبتليش هديه؟ انا عايز اخرج. وتخرجي ليه؟ ما انت عندك كل حاجه في الكهف بتاعك، مش موجوده في اي كهف في الدنيا. عشان نقعد مع بعض مثلا. ما احنا قاعدين مع بعض يا بنت اهو. يا سيدي اضحك عليا بكلمتين، خدني ورا بحيره ورا صخره ورا كهف. يا بنت اخدك ورا بحيره؟ يا بنت انت مراتي، ده انت ناقص تقولي لي خدني ورا مصنع الكراسي. يعني انت مش هتخرجني خلاص؟ يا بنت بخاف عليكي والله، ديناصور يلهفك ان شاء الله، طائر الرخ يرخ عليكي. طب بما انك بقى مش هتخرجني انا داخله انام. خد يا بنت داخله تنام. ايه؟ انا اصحابي جايين دلوقتي ولازم تعملوا لهم عشاء عشان يعرفوا ان انا راجل في بيتي. مش عامله حاجه لحد. ده انا سنجاب في البيت بقى. ده انا كلب تافه هفق ماليش اي لازمه في المكان. خش يا بنت اعمل لنا عشا بسرعه. انا بتلقحها جوه لما تعوز حاجه اندهلي. قوم بسرعه. لفت قرف. يا لهوي ديناصور. اوعى 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 ده بيمشي والله العظيم، بيمشي بجد، ده باصص لي والله. انت خايف من ده؟ لا انا خايف من ده. اهدى اهدى خلاص، اهدى ما تعيطش خلاص. ثانية ده مندو. انت اهبل يا ابني، مش انا تاجر ديناصورات قد الدنيا، فبعت الصبح ذكر وانتهي وده الول. ايه بقى؟ ايه اتفرجوا بقى على الكهف الجميل بتاعي وشوفوا كل الحاجات اللي مش موجوده في اي كهف. ايه ده؟ الله يا ابن اللعيبه. ايه ده؟ ايه الحاجات دي كلها؟ ياه بقول لك ايه؟ ايه؟ ايه البتاع ده؟ ده كرسي. كرسي؟ اه. ده انا بقعد عندي في الكهف على حجر لحد ما خلاص اتشلفط. وايه ده؟ دي حاجة اسمها أباجورة، بيبقى في حاجة اسمها لمبة بتنور عن طريق حاجة اسمها سلك زي ده. سلك؟ اه. لا يا عم أنا مش فاهم الأباجورة دي يعني إيه. طب بقول لك إيه؟ إيه؟ إيه ده؟ أنت متكلف ياه. لو تلاحظ يا هطل هتلاقي دي شبه دي، صح؟ أباجورة برضو. توأم يعني دول؟ اه توأم. بقول لك ايه؟ ايه؟ ايه دي؟ دي قصرية اقعد عليها. يا عم ما انت موضب كل التوضيب ده، مش عارف تمحر الكهف. حاجة بسيطة يعني. تعالوا لي هنا، تعالوا لي، تعالوا. ايه في ايه خير؟ ها ها جبتوا المزات؟ اه جبنا المزات وجبنا مية بحيرة 8%. تعال تعال. ايه؟ بصوا بقى.
انا برا البيت عنتيل لكن جوه البيت برميل. ها طب انت موطي ليه؟ ما عشان اي حاجه عاديه نقولها فوق، لو في حاجه فيها قله ادب ولا حاجه نقولها تحت عشان المدام هتشعوطني. اه بقول لكم ايه، انت قلت لي ان انت هتجيب هنا خبره ونسوان، انا عايز نسوان. انت قلت لي هتجيب لي نسوان. انت عايز نسوان. ده ايه ده؟ ده اللي هنتعشى بيه. ده هناكله؟ ايوه هناكله. انت اصطدته ازاي ده؟ اصطدته كان ماشي مع قطيع شكله كده بالحربه وحدفتها عليه وجبت اصطدته هناكله بقى. يا ابني ده صفيف قوي، ده يقف في زوربه. خلاص تاكلك انت. ده انا اتغشى بيك قبل ما تتغدى بيا. ايه ده؟ اه انت تاكلني انا؟ اه هاكلك يا جدعان. صلوا على النبي، كل ده عشان تاكلوني؟ نعمل ايه؟ صلوا على النبي. ده وقت وكلام في اللي انت بتقوله ده؟ ده عصر اتقال فيه الكلام ده؟ يا ابني ما اتجننا، الله يخرب ولا يفوق يالا. يا مؤاخذة ولسه الأنبياء ظهرت يالا. بقول لكم ايه؟ ايه ايه؟ ايه؟ أنا عايز أدخل الحمام. ده عبيط يا ابني، ما دي حاجة عادية، إيه قلة الأدب فيها عشان نقولها تحت؟ لا ما أنا لما أدخل الحمام هقلع سلبوطة فهتبقى فضيحة. طب بقول لكم ايه؟ ايه؟ بلاش نعمل الحركة دي كتير عشان لو عيل صغير عدى ورانا مش هيحصل كويس. زي ما بقول لك كده. لا لا ناخد ركز بقى في تفاصيلنا. تمام. ركزوا بقى يا جماعه واتفرجوا على الكهف الجميل بتاعي وشوفوا خيرات الله. الله الله الله. ايه ده بقول لك ايه؟ ايه؟ هو ايه البتاع ده؟ ده اسمه التلفزيون. تلفزيون؟ اه. تلفزيون ايه التلفزيون ده؟ ده جهاز. بس. بيخاف من جهاز؟ بيخاف من الجهاز؟ ما تقولش الناس تاني. العتبة جزاز والسلم نايله في نايله. وين؟ خلاص بقيت عادي. تمام. هو مقفول. تعالى بقى يا معلم اقول لك بقى، التلفزيون شايف المربع ده؟ اه. ده هنتفرج عليه كمان شويه، هيخرج منه ناس عن طريق سلك زي اللي في ايدك بالظبط ده. السلك ده هيخرج منه ناس؟ انت مجنون يا ابني؟ يعني السلك ده بيدخل ناس جوه الحيطه دي؟ اه طبعا. طب ازاي؟ هو ايه اللي ازاي؟ ايه اللي ازاي؟ عدي التلفزيون، ما احنا عدينا يا سيدي الاباجورات وتليفون وفي لابتوب وفي ايه كل حاجات على التلفزيون. اخلص انا عايز ضحك. ها يلا. هو قال عايز ايه؟ عايز ضحك. اخلص هنروح في داهيه. اخلص ضحك اهو. اخلص. اخلص والمصحف هنمشي. طب خلاص بقول لك ايه؟ ايه؟ تعالى اقول لك. ايه؟ التلفزيون ده فيه ناس. اه. فيه طبعا رجاله. اه. مش عايز اشوف جنس رجاله في التلفزيون ده. تمام؟ عايزين بقى حاجه ايه؟ عايز تاكل كل الواد ده. اكل ايه يا عم؟ عايز ايه؟ عايزين نسوان. نسوان! ايوه! هي النسوان! بس يا هجيب لك هجيب لك. حاضر اصبر. انت بتحرر ليه؟ هتعمل بيها ايه انت؟ ما تسكت. اهدوا يا جماعه اهدوا. بس طبعا انا معلش. عايزين حاجه زائد 18. تمام؟ طلبك عندي. فهمنا انت. انا فاهمك والله. ايوه. طلبك عندي. بص يا سيدي، التلفزيون ده بيشتغل بحاجه اسمها الريموت. بص. ايه ده؟ ده عايز حجر. ايه ده؟ حجر. انت متخلف يا ابني؟ افهم بس، ده عايز حجر قلم. وده ايه ده راف؟ ده حجر قلم. وسع قدامه دلوقتي بقى عشان ما يوريش الحجر الطرش. اوعى من قدامه دلوقتي. ده انتوا عبط بقى، انتوا تنحلي. في ايه يا عم؟ اتفضل اقعد وهجيب لك الحاجات الزائد 18 اللي بتحبها. حاجه ها؟ اتفضل يا سيدي. حاجه رايقه. يلا وانت روح. انت حضنه ليه؟ اجري روح اقعد يلا يا معلم، هتشوف اللي عمرك ما شفته في الدنيا. ايه دي اللي كانت
امك. جعان جعان يا معلش. هي دي رومي بتاعت العجله؟ اه دي مش عايزه عجله، دي عايزه عجله حربيه. وبعدين يعني انت عايز تقنعني ان دي عدت بالسلك ده؟ معنى نقول كلام يتعقل ما تجننوناش. ايه ده بس افهمك يا ابني، دي رفيعه في الحقيقه، الكاميرا بتتخن 5 كيلو ودي واخدها 500 كاميرا. افهم اسمع بس نشوف هتقول ايه الست العبقريه دي. نحن بنات عائلات محترمات نبحث عن المتعه في جميع الاتجاهات، بالطول بالعرض وكمان سامبوكسات. بتقول لك سامبوكسات، فاكره نفسها اسمها الكنافه. يا ابني افهم، سيب الست تتكلم يا حبيبي. اتصل الان على الرقم 1 2 عم حسين 3 4 في المطبعة 5 6 ما تجيبي حتة. الو الو ايوه مساء الخير. مساء النور، مين معايا؟ مع حضرتك زلط دقسوم الملقب بعنتيل الكهوف. زلط، قول لي انت بطولك ولا معاك حدا؟ لا معايا حدا. يا اهبل، قول لها ان انت لوحدك، لا تفتكر ان احنا عاملين حفله. يا عم عادي هتكفينا. انت متنحرر على ايه؟ يا جدعان ايوه انت معايا؟ مع حضرتك. لا انا بطولي. طيب قولي مواصفات البنت اللي انت عايزها. يعني حضرتك تكون طويله فرعه بيضة وقشطة وطرية ومهلبية. عايز زيتون على الوش. ايه ده؟ انت جايب سي بي سي سفرة؟ جماعة اهدوا نسمع الست بتقول ايه؟ بعد اذن حضرتك ممكن ازود على المواصفات، تكون رجليها زي الفازة كده. ولا 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 مش عايز اسوقها. مش عايز اسوقها. ازود بس حاجات بسيطه على المواصفات بعد اذن حضرتك. أه؟ يعني لو رجلها زي الفازه كده وبيضه وطويله وقشطه ورفيعه عودها فرنساوي. عندك المواصفات دي؟ ده انت اكنك بتوصفني. الوليه دي كدابه، يا اما صادقه وبقيه الحاجات دي اتحشرت في السلك. يا ابني افهم، الكاميرا هي اللي بتزودها والله، بس دي الكاميرا اللي واخداها هاي ديفينيشن. ايوه حضرتك، ايوه انا عرفت حضرتك. الو. ايوه عرفت حضرتك. مين؟ مين؟ انت سما المصري. لا يا حبيبي انا مش سما المصري. امال انت مين؟ انا سما مارينا. قولي قولي يا زلط عنوانك ايه؟ حضرتك انا 45 ورا الجبل شمال. ايه ده ورا الجبل؟ شمال. طب ما تيجي ورا الجبل ونقضيها هبل. طب بقول لحضرتك ايه؟ قول. انا مش عايز المواصفات اللي فاتت. انا عايزك انت يا قمر. لا ويا اما مراتك جد. اقفل الريموت، اقفل التلفزيون، اقفل التلفزيون، اقفل التلفزيون، اقفل التلفزيون، يلا اقفل انت التلفزيون، يلا نلعب الكلب الحيران. يلا يلا خد اوعى. يلا العب. يلا العب. ايه العب العب ايه؟ مراتي جايه، يخرب بيوتك واستنى في الجهاز. يا الليل 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 يا ميمون. وكمان الليل الليل يا ميمون. انا اللي كنت مقضيها. طلع نازل كده الشاي. يا حبيبتي طبعا الشاي، ربنا يخليك، الف شكر. عاوزين حاجه تانية؟ عايزين مزه. ايه؟ عايزين هزه. هز الاكل بسرعه عشان جعوا. وربعيه حشيش. ايه ده؟ مناقيش، شويه مناقيش بقى على ذوقك يا قمر. وقرطاس لب اسمر. انت غبي. لب اسمر؟ لب اسمر ايه؟ ما تقولش لب اسمر قدام، هتفضحنا. انت متخلف يا ابني. ما لب اسمر دي عادي، هو اللب الاسمر نزل جدول؟ عادي، قول قول لب اسمر يا حبيبي. عادي لب الاسمر. عادي. طب بقول لك ايه، ربع كيلو بقى لب اسمر عشان اما تيجي النسوان نبشخ. ايه؟ لا لما يجوا الجيران هيشموا ريحه اللي خش جوه. بقول لك ايه، هو انتوا كنتوا مشغلين التلفزيون؟ كنا مشغلينه. كنتوا مشغلين قناه ايه بقى؟ قناه التوبه. هو في قناه اسمها التوبه؟ ورا قناه الرذيله على طول. طب هات كده بقى الريموت. الريموت عندك اهو، دايما ظلمانه، هتشوفي حاجات كلها حكم ومواعظ. الساعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة الفرسان للمنتجات المملة تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنقدم منتجات كتير جداً لست البيت. بنقدم النهاردة واحد واثنين وثلاثة. ياه يا اخوانا يا اخوانا ياه. معنا النهاردة الشيخ خميس مدير التسويق بالشركة، هيقدم لنا كل منتجاتنا. اتفضل يا شيخ. السلام عليكم يا شيخ جمعة. أهلاً، برحب بيك الأول الحلقة. معانا النهاردة أول منتج يا جماعة، اللحاف الجيري. لحاف جيري؟ أيوة، لحاف جيري، جير خالص 100%. يعني اللحاف ده تتغطي بيه يحميكي من البرد ويجيب لك ربو على الصدر. أنت حاطة جير على نفسي. إيه المنتجات المتخلفة دي؟ وعلشان كده يا شيخ بنقدم بخاخة لعلاج الربو. يعني إحنا النهاردة بنقدم لك مرض الربو وعلاج من المرض. بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيه. أنا محضر لك مفاجأة النهاردة يا شيخ. يا ريت يا شيخ، يا ريت. معانا إحدى جمهورنا اللي اشترى الحفنة وبيشكر فيه. أنا هسيبه بنفسه ويكلمكم على اللحاف. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ خميس النصاب صاحب الشركة، الحاج الدهول اللي بيشتري منتجاتنا. اتفضل يا حاج، كلمنا على اللحاف. بصراحة بصراحة اللحاف ده زبالة. ده جاب لي ميه على الرئه يا جماعه. ايوه، احنا مع الحفنه بنقدم ميه على الرئه، ولو اتغطيتي بيه من تحت يجيب لك ميه على الركب، ولو اتغطيتي بيه للاخر يجيب لك ميه معدنيه. ستوب. ايه يا استاذ؟ ايه يا استاذ؟ انت طالع تشكر في اللحاف مش تشتم؟ ما انا بشكر اهو في اللحاف. يا استاذ امدح في اللحاف، امدح. امدح في اللحاف؟ امدح. مدد يا لحاف. يا ابني انت مجنون. اهو كمان النهارده بنحتفل بمولد سيد اللحاف معانا النهارده في البرنامج. يا ابني انت مجنون، اشكر في اللحاف، قول كلام حلو. خلاص ماشي، انتوا جاهزين؟ جاهزين. يلا 3 2 1. احنا بنعمل حلهم بينهم. يا استاذ انا عندي الضغط. اتنين، اشكر في اللحاف. اللحاف يا جماعه لحاف هايل، لحاف بيجيب ميه على الصدر، بيجيب ميه على الركب، بيجيب كل حاجه في الحياه، بس انا نفسي اجربه. يا استاذ هتجربه وهنعمل لك كل، هديك بص، هديك صفايه بطاطس. صفايه بطاطس؟ ايوه. هتديني صفايه انا بطاطس؟ صفايه بطاطس. صفايه بطاطس. انتوا بتشربوا البطاطس ولا بتقلوها؟ انا حريق بطاطس يا استاذ. لا 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 لا، قول ورايا، انا هبطل بطاطس. انا هبطل بطاطس. ايوه. واحنا عشان نقنع جمهورنا هديك لحاف تجربه قدام الناس. ربنا يخليك. اتفضل يا حاج، اتفضل جرب لحافنا قدام الجمهور. يا استاذ ده انا داخل عند حلاق. ايه يا استاذ في ايه؟ اغطي بيه ايه ولا ايه ده يا استاذ؟ انت بتتغطى ليه؟ عشان ما يجيليش برد. والبرد بيجي فين؟ في الصدر. وانا مغطي لك ايه؟ الصدر. طب اغطي ركبك بقى والحاجه، انا مال انا. صح. البس فرش عربيه وامشي مش قصتك. صح. شكرا يا استاذ. يعني كده خلصنا؟ خلصنا. يلا فركش يا اساتذه. ايه ده؟ انا هلم الموضوع بتاع الفضيحه. اتفضل بسرعه. بنقدم لكم منتجات كتير لسه معانا عرض المطبخ 300 قطعه. ايوه 300 قطعه، وهشرحهم قطعه قطعه. وهتسمعوني، مش هقعد انا اروق في الكوبايات وارتبهم وتحولوا. تقول له هات قناه مزيكا وانا طالع عين امي من الصبح. هتسمعي كوبايه كوبايه من اللي هقوله. اهدى يا شيخ، اهدى. اهدى ايه؟ ما بقبضش فلوس، لازم يشتروا. عشان خاطري اهدى، اشرح المنتج اللي معانا، اشرح. هنشرح. معانا الكوبايه الزفت دي تشربي فيها شاي، ولو غسلتيها تشربي فيها هي نسون. يا سبحان الله، ايه ده؟ ازاي؟ يا شايفين العظمه اللي فيها؟ بصوا يا جماعه، الكوبايه بودن، مش احنا بس اللي بودن، لا. وكمان ايه؟ بتشربي فيها ينسون، وتغسليها وتشربي فيها شاي. يا اخوانا ايه؟ على فكره انت قلت نفس الجمل اللي انا قلتها، انت بس بتزود. يا اخوانا يا اخوانا. بتاع بسبوسه واقف جنبي. خلاص خلاص. يا استاذ قدم عروض للناس. معانا النهارده عرض الحله. الحله دي ست البيت ممكن تسلق فيها فرخه نديه، وعشان الفرخه نديه جبنا لها غطا. يعني يا جماعه، يا جماعة ده مش مجرد غطا، ده ستر وغطا. برضو فرخة انتايا ديك شقي معدي يبص عليها. هتحك تاني يا شيخ خميس. أحلى حاجة في إعلاناتنا روحها الحلوة. الله الحمد لله.
انا محضر لك مفاجاه. جايب احدى ستات البيوت اللي اشتروا منتجاتنا يكلموه عنكم. اتفضلي يا حاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كلمينا يا حاجه على الكوبايات اللي اشتريتيها. لا الكوبايات دي هايله، ترميها في الارض ما تتكسرش، ترميها في الحيطه ما تتكسرش، يمشي عليها اديب قطر ما تتكسرش، بس انا بعمل فيها شاي الصبح فرقعت. فرقعت من الفرحه، حبت ترضي جوزها وتعمل له شاي، الكوبايه فرقعت. هي دي الروح اللي احنا مستنيينها. الحمد لله يا استاذه. يا استاذه اشكري في الكوبايه. ما انا شكرت اهو يا استاذ. اشكري قولي كلام حلو عليها. الكوبايه ترميها في الحيطه ما تتكسرش، ترميها في الارض ما تتكسرش، تعدي على اديب قطر ما تتكسرش. بس والنبي كان ليا استفسار. ايه؟ طفايه البطاطس. انت جوزك اشترى من عندنا حاجه؟ اه. طب اتفضلي يا حاجه اطلعي بره. واخد طفايه البطاطس. هتاخدي طفايه الزفت. احنا خلصنا. خلصنا. يلا فركش يا اساتذه. وبكده انتهت كل عروضنا النهارده. لا 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 لسه في كمان عرض. في كمان عرض بنقدم مع كل المنتجات دي سله زباله كبيره. سله زباله ليه؟ مع اللي حفوا الكوبايات. الحاجات دي كلها هتبوظ من اول يوم هيرموها في سله الزباله. يعني باختصار يا جماعه كل عرضنا ده عشان نبيع لكم سله الزباله. وكل ده بكام؟ كل ده ببلاش. ببلاش والله العظيم ببلاش. انتوا بس اتصلوا بينا، سعر الدقيقه 999 جنيه. يا جماعه انا قبل ما اقفل حابب اقول حاجه. اتفضل. جالي ايميلات كتير يا شيخ، الناس بتقول لنا ليه اعلاناتكم قصيره ساعتين بس، يعني الناس عايزانا نطول الاعلان شويه. من عليا ان شاء الله من بكره هنعمل اعلان طويل جدا ونحط فواصل افلاميه في النص باذن الله. وانا بقول لكل الناس يا ريت تزورونا في معارضنا في مدينه 6 اكتوبر قبل الميلاد. شفتي ظلمتينا، كنا بنتفرج على موجه كوميدي. شفت ازاي ظلمتيني يا حبيبتي؟ هو ده اللي كنتوا بتتفرجوا عليه؟ لا. بصوا احنا نوحد يا ايه. لا عشان مراتي هتشلوحني. ها ينفع ابطل صوتي؟ روح على القصريه. روح على القصريه. هو ده اللي كنتوا بتتفرجوا عليه؟ لا. ايوه. لا اقول لك خش جوه خمس دقايق نتفق عشان دول هبل. خش داخل اعمل لكم العشاء. وسع كده. شكرا يا حبيبتي، انا ما فيش الكلام ده عندي في البيت. انا زهقت، وبعدين قلت لك زائد 18 مش زائد 160. مش قلتوا عايزين نسوان جبتهم لكم كلهم؟ ايوه يا عم مش كده، بقول لك انا عايز العب. فكك بقى من التلفزيون. عايزين تلعبوا ايه؟ لعبنا كوتشينه. ماشي يا سيدي. ايه فين الكوتشينه دي بقى؟ هي الكوتشينه، هي اللي تحت البتاع، بس دي الصغيره يا عم. دي كوتشينه صغيره. دي كام ورقه الكوتشينه دي؟ 52 ورقه. ده احنا نبني مول بالكوتشينه دي. خلاص خلاص سيبوا الكوتشينه خلاص، انا عندي لعبه جديده مش موجوده في العصر بتاعنا ده. لعبه ايه؟ البلاي ستيشن. ايه البلاي ستيشن ده؟ ده جهاز. بتخوفوا جهاز؟ بتخوفوا جهاز؟ طب جهاز. جهاز. بس جهاز. بس اسكت. العتبة جزاز والسلم نايله في نايله، والعتبة جهاز. خلاص خلاص. ايه؟ جهاز. خلاص. ايه؟ اهو خلاص. بس بس خلاص. تعالوا بصوا يا جماعة، البلاي ستيشن ده بيتلعب بالدراع اللي زي ده. ثانية واحدة الجزمة. طب البسها بسرعة بسرعة يا اخي. بالدراع ده عن طريق السلك ده بيطلع ناس في التلفزيون هنا نلعب بيهم. عن طريق السلك ده؟ يعني السلك ده زي السلك ده وبيطلع ناس هنا برضه. سبحان الله. يلا مين هيلعب معايا؟ انا هلعب معاك. خلاص انا نكست. بعديه يعني انا اللي هلعب. لا بقول لك ايه، تعال العب انت. تعال. طيب انا هتفرج انا. تعال العب معايا يا سيدي. تمام؟ هلعب انا وانت تيكن. تمام؟ هلعب ايه؟ هنلعب تيك، مش هتعرفها هتشوفها. اللعيبه هتجري ولا ايه؟ استنى بقى. ايه؟ الله يخرب، هات الريموت نفتح التلفزيون عشان نبتدي نلعب اللعبة. عامل ايه؟ اختار بقى لعيب. اختار. انا عايز العب بده. مش بايدك. امال ايه؟ دوس على الاكس. دوس على الاكس. ايه الاكس؟ الاكس. دوس على الاكس اللي تحت. اهو دوست اهو. عايز ده؟ لا تاني حاول. ده عايز اختار لاعب تاني. غيره اهو. هادوس تاني اهو. اظن ده اتنح من الاولاني. حلو ده. خده ماشي. يلا بص انا هختار بقى يا سيدي. بص اهو هيفلقوا نصين ده. طب بفرجني كده. ماشي يا سيدي يلا نبتدي اللعب بقى. يلا نبتدي اللعب. دوس بقى اكس واي. اكس واي. دوس صداده صداده. هيفرقعوا. خلص. دوس بسرعه. دوس
لفهم لف ولف ولف اهو اهو انا اسف انا اسف اول مره يلعب انا اسف معلش اعمل ايه اتكرر ادوس تراك دوس اه دوس كده دوس اكس واي زد هيشتمنا انا مش هيشتمك انت اعمل ايه لف ولف 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 اهو لف اهو ايه يلا العب بقى قرب عليه العب اهو ده انا هنفخك الجهاز هني بوظت اللعبه استنى لما نقفل الزفت ده ولا 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 اهطل اهو ايه يا ابني في ايه يا ابني يا عم ما بيعرفش يلعب بقول لك ايه خلاص تعال نتفرج بقى على حاجه حلوه عايز ايه عايزين نسوان نسوان ايه يا دي هنجيب لك ثانية واحدة عايزين بس حاجة تبقى ايه حاجة حلوة تمام مش كومبو مش عايزين كومبو اللي فات ده خلاص انساه اه دلوقتي هتتفرجوا على حاجة اتفضل اقعد يا بيه اتفرجوا على حاجة عمركم ما شفتوها ولا هتشوفوها احلى مش على احلى مشاهدين في الدنيا كلها ورجعنا لكم من الفاصل في برنامجكم المتميز انا اللي بقول لك اتصل اتصل دلوقتي حالا انا اللي بقول لك اتصل ايوه مفيش كنترول هتتصل تكلمني على طول اتصل بقول لك انا هتصل يا عم هتصل يا عم انت عبيط يا ابني ليه هتتصل بواحده وجوزها في عز الليل افهم يا ابني جوزها بينام بدري وهيسيبها لنا دلوقتي اصبر بس ايوه يا فندم هتصل بحضرتك حاضر اتصل يا عم حاضر هتصل اتصل يا سيد ثانيه واحده هتصل اتصل يا اخويا اتصل والله بقول لك اتصل انت راجل مش مؤدب اتصل بقول لك انت اللي ادب ليه اتجننت اتصل والمصحف لسك اهو 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 بقى والله ما هخليك اقعد للصبح انت اصلك انسان مش محترم لو عندك ذره ادب والنعمه كنت مشيت من بدري قول انا اسف انا اسف اهو يا هايف ايه ايه في ايه يلا اتصل حاضر اتصل اهو حاضر يا سيد يلا اتفضل يا فندم معانا اتصال تليفوني ونقول الو 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 الله يخرب بيت الو عايز ايه رد عليا ايوه يا فندم الو الو اسالك سؤال وتجاوبني عليه ايوه اسال ايه ممكن اتعرف على اسم حضرتك حضرتك اسمي زلط دقشوم الملقب بعنتيل الكهوف بص يا استاذ زلط اسمع السؤال كويس علشان تجاوبه وتكسب معانا جائزتنا الكبيرة 10,000 عضماية من قائل هذه العبارة؟ مفيش فايدة سعد سعد قص سعد سلوم سعد الداني هو حاجة كده هو مستحيل سعد زغلول عشان بس تعالى بص ابعد زغلول دي بعيدة تماما سعد نبيها برافو عليك برافو انت غبي يلا انت غبي انا هسألك سؤال تاني يمكن تحس على دمك وتجاوب اتفضل حضرتك السؤال بيقول مصر شالت فوق طاقتها يرضي مين يرضي مين يا عم يرضي مين والله ما يرضي ربنا اللي انت والله ما يرضي ربنا يرضي ده مين؟ انت راجل مهزأ ده انت عايز 100 بلقة على بقى ما يرضيش ربنا اللي انت بتعمله ده يا حبيبي خلاص هسألك سؤال تاني اتفضل السؤال هنا بيقول من قال هذه العبارة لو لم اكن حجريا لو وددت ان اكون حجريا علي الحجار علي الحجار حضرتك والله العظيم اجابه غلط بس انا كسبك والله لا كسبك يعني كسبت يا عم كسبت ال 10,000 عضميه ايوه يا سيدي ممكن تعملوا لي قلوب على الشاشه كتير وتكتبوا لي بحبك يا احمد بنحبك يا احمد بنحبك يا عم احمد ويلا مزيكا مجنى وراس يا هندسه كل الليل بقول لك ايه يا رايق ايه بقول لك ايه عايزين نوصل لك الجائزه ممكن بقى تدلنا على نفسك حضرتك انا في الكهف 45 ورا الجبل شمال طيب خليك معانا علشان نعرف ازاي هنوصل لك الجائزه لا هو حضرتك انا مش عايز ال 10,000 عضمايه امال عاوز ايه انا عايزك انت يا قمر زلط
يا لهوي يا ابني يا لهوي الريموت. الو الو اقفل انت يلا والليل الليل اللي يا مايمون كان الليل اللي يا مايمون لابس احمر يا لهوي الليل الليل يا لهوي الدار الاحمر الليل الليل اللي يا تعالي السندوتشات ربنا يخليك يا حبيبتي ربنا يخليك دي سندوتشات يعني تلايف بيها السندوتشات دي معلش 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 زي ما في حالك سلام هو انتوا كنتوا مشغلين التلفزيون؟ إيه لا تلفزيون النسوان انا سمعت صوت حريم يا زلط لا ده الواد حسوه بس هو بالليل بيعمل نسوان عشان يطر القعده والله بيقلب نسوان بالليل مين ما هو بيقلب كده بالليل ازاي بقى هو زي الفامباير انا حسوه وانا اللي بطر انا طري كده اقول احنا بنات عائلات محترمات شفت مش بقول لك عامل زي الفامباير بيقلب بالليل طب هات الريموت بقى الريموت عندك اهو في انت ظالمه ليه كده ده شويه اخبار يا ست السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين اليكم موجز اخبار الثانيه عشر لقد ترددت بعض الانباء عن وجود تنين مجنح يعتليه احد الارهابيين هذا التنين يجوب وسط المدينة ويصيح يصيح فيحرق الكهوف والآن لدينا مراسلنا حمدي المرغني من وسط الأحداث حمدي هل تسمعني؟ نعم 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 أسمعك الآن بوضوح ماذا تريد مني بالتحديد؟ حسناً صف لنا ما لديك يا حمدي عن وجود كما ترى الآن خلفي ومزيد من الاندفاع حمدي أرجوك صف لنا ما يحدث عندك ولكن ما رأيناه من الحرارة في إيه يا عم؟ مش هينفع كده بص أنت كل ما أقول جملة تدخل فيها قطر نفسي اكمل جملتي يا عم احنا شغالين مع بعض بقالنا سنه مذيع ومراسل شاور لي اسكت هسكت ما انا واقف جنبك طيب اعمل لي كده هسكت مش قصه تاني يلا تاني حمدي كما ترى قول لي هتبتدي انت هبتدي انا يلا بينا حمدي صف لنا عن وجود تنين مجنح يعتليه احد الارهابيين عذرا عذرا انت هوال مفيش حاجه اسمها تنين مجنح الكلام ده اوفر من عندك لا لا حمدي هذا ما رايته بام عين ينعل ابو ام عين انا اللي واقف في قلب الحدث انت متنايل قاعد في استوديو بتقبض ملايين انا اللي بنزل اتمرمط وانفجارات وقرف انا اقول لك شفت ايه هو انفجار انبوبه غاز داخل احدى الكهوف الخاليه مما اصفر عن مقتل 30 واصابه 4 اخرون ولكن حمدي كيف يكون كهفا خاليا وقد قتل 30 واصابه 4 ما تفوت لي يا عم ما انا مفوت لك تنين مجنح وحقيقي تنين واكل هولز ايه يا عم فوت لي عشان ناكل عيش مع بعض عسل هو اي انفجار بيموت بعده 30 ما فيش انفجار يموت بعده 27 31 هو اي انفجار يقول لك مقتلي 30 عدد ثابت في النشر اهو مش هنجود احنا بقى حسن عدي الليله يلا حسن الحمدي اذا كان لديك بعض شهود العيان فاطلعنا عليهم ارجوك نعم نعم معي شاهد عيان هو طفل صغير الذي انفجر كهفه وفقد ابيه وامه فليتفضل الطفل حبيبي ماذا تطلب من المسؤولين طفيت البطاطس والله العظيم ابويا وامي حفيوا عليها يبقى نحن حمدي حمدي إذا كان لديك شهود عيان حقيقيين يا حمدي أرجوك نعم نعم فمن أتى ليس شاهد عيان هو شاهد عيان أنا آسف فلدي الآن الشاهد الحقيقي فليتفضل علامة تضحك أنا أول مرة أطلع في التلفزيون بصراحة مبسوط أوي بس أنت مش طالع في حفلة منير دي نشرة أخبار أيوة يا عم أنا عارف أيوة الله ده حلو أوي الإحساس ده
ماذا تريد ان تقول لنا؟ بقول لك ايه، انتوا بتقصوا حاجات ولا انتوا شغالين على الهوا؟ نحن لا نمنتج كل حاجه على الهوا. لا لا، انتوا بتقصوا ليه بقى؟ لان انا ايه بقى، امبارح قاعد بكلمكم ولقيت واحد بيتصل بيكم، فانتوا تقولوا ايه عذرا الاتصال اتقطع، مع انكم انتوا اللي قافلين يا رخمين. انا عارف يا رخمين، انتوا اللي قافلين من عندكم. عذرا سيدي الاتم، اشرح لنا ماذا حدث. الانفجار. الانفجار بقى ايه، الراجل اللي انفجر ده دخل بديناصور مفخخ ركن قدام الكهف عندي انا ده. وايه بقى، الراجل ده طلع قريب، طلع سيلفي، مش سيلفي اللي هي كده، لا سيلفي يعني ده سايب. شكرا عزيزي. نأسف نأسف على هذا الفاصل الرخم. كان معكم حمدي المرغني من داخل استوديو المرغني. شكرا صديقي حمدي المرغني. ومع نهاية النشرة الإخبارية، والآن ننتقل إلى النشرة الرياضية مع صديقي علاء صادق. طاب مساؤكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نستضيف اللاعب الفرنسي الشهير جيفيز غريف غروس غريف غرولو. جون غنفوش غروس 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 غروس. صباح عسل. من أنت؟ أنا المترجم بتاعه. حسناً، احكي لنا عما حدث أمس في المباراة. إنها كانت مباراة صعبة حقاً، فقد كان فريق الخصم يتميز بالرعونة والخشونة، وكدنا أن نخسر المباراة لولا هدف عماد متعب اللي فرحنا كلنا. فنحن الأولى بالكونفدرالية، ولكنني أصبت في المباراة في كاحلي برباط صليبي. رباط بني ورباط أسود. إيه ده؟ أنت بتقلش؟ طول رباط بني وبرز أسود، ما قلتش أنا الكلام ده. يا عم اتكلم باحترام. لا بقى، أنا ده هنسحب البرنامج. تأدب، فأنا لي حذاء ألبسه. وربي لي حذاء البسه. لا بقول لك انت حمار بقى. انا حمار؟ لا انت تطلع لي بره. لا اطلع بره بقى. تعالى يا حبيبي. لا تعالى لي بره يا حبيبي. شكرا اعزائي المشاهدين، وعلى راي المثل ينفرقين الشموع انا ما خدتش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنا بنتفرج على عزب شو اهو. شفت انك ظالمه يا هانم؟ طب ما يمكن حد من صحابك. لا حد من صحابي، وحد من صحابي يقدر يعمل الكلام. لا لا، انت بتغمزني بيغمزني. هجيب لك نشوان. نشوان؟ ما فيش الكلام ده يا ماما. جاتك البلا. ايه يا هلب؟ ما عنديش الكلام ده بيتي. ايه الهبل قله الادب دي؟ خدتوا بالكم انا راجل في بيتي ازاي؟ خدنا بالنا. احنا هنمشي بقى، لان انت عمال تقول لنا عنتيل عنتيل، وانت طلعت راجل خروف. تمام يا راجل يا خروف. يا خروف يا راجل يا خروف. يمشي. استنى بقى، انا هتصرف انا مع المدام اللي مش عارف هو يتصرف معاه. في جوه جهاز على فكره. العتبه جزاز والسلم نايله في نايله. عادي عادي عادي، بقيت كويس خلاص. تمام، انت مش انت وانت جعان. متبقاش تاكل شوكولاته كتير. انتوا في حد جاي لكم بره؟ في فوازير بره، دي بتاعتك. كهفك انت ده. صح، انا اسف انا اسف. اتفضل اتفضل يا فندم. ايش 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 يا عم عكهوف؟ ايش؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك عامل ايه؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. هو مش حضرتك اللي كنت في التلفزيون دلوقتي؟ ايوه هو. طب انا ماسك السلك ده بقالي نص ساعه، لا حد دخل ولا حد خرج مني. جيت هنا انت قدامي ازاي؟ انا فاهمك. تعال، احنا نجيب سلك نحاس اصفر وسلك نحاس احمر. وفي شدقه. تمام تمام. ازاي يا عم انت؟ احنا وطينا ليه؟ ما الحاجات دي ما فيهاش قله ادب، بتقولها تحت ليه؟ ما هو الفيشه دكر والسلك عريان. افهم بقى يا عبد الله. حلو طقم لابانيته اللي انت لابسه ده. بجد والله عجبك؟ جميل قوي والله. حلو والله العظيم. انا مشتري من عند ابوك. عارف والله العظيم. انا بقى عايز افهم، هو هنا الكهف 45 اللي هو ورا الجبل؟ يا فندم، هنا 45 زلط دقشوم. يا فندم بجد والله. والله هو حضرتك زلط دقشوم؟ الملقب بعنتيل الكهوف؟ بس عشان بتكسف بجد والنبي. الله، انا معجب بحضرتك جدا والله العظيم، متابع كل اعمالك من ايام ما كنت في المحله وحياه ربنا. كل الاعمال ومنزلها عندي على الموبايل. بص مرجع اقسم، ربنا يخليك. ممكن اتصور سيلفي مع حضرتك؟ طبعا يا حبيبي. بجد انا مبهور بيك. طب وانا لو عايز اتابع اعمال حضرتك اعمل ايه يعني؟ يعني هتلاقي شغلي كله على اليوتيوب يعني. يعني الموقع اسمه ايه بقى؟ عنتيل الكهوف.
بالكاف ولا بالقاف؟ بالكي. بجد اوكي. انت مبسوط بيك بجد. شكرا يا فندم. اوعى نكون بنتصور دلوقتي ولا حاجه. مين ده؟ امشي انت دلوقتي. على فكره جوزك كان بيبوس الراجل ده من شويه. ايه مين ده يا زلمه؟ ده واحد كان تايه وخلاص سدته اللي في نصيبه ومشي. لا تايه ايه؟ لا هقولها على كل حاجه. حضرتك انا جاي من القناه اللي هي حلوه. انا حضرتك جاي من المذيع من القناه وجاي اقول لحضرتك ان جوزك كسب معانا في المسابقه. مسابقه ايه؟ حضرتك جوزك اتصل بينا وكسب 10000 عضمايه. ايه ده 10000 عضمايه؟ هتعمل بيهم ايه؟ يعني هصرف جزء واتبرع بجزء المستشفى الكلب. لا مش انا مش انا لا مش انا. احنا في العصر الحجري فمليان زلط. اكيد زلط غيري. اسمع مني والله مش انا اكيد. لا حضرتك ولو مش فاكر اجيب لك اللي تفكرك. اتفضل يا استاذ. لا كل حاجه. بص حضرتك كل حاجه باينه وواضحه لعلمك. يعني دول اللي كانوا في التلفزيون طلعوا من خلال السلك. احنا خدنا كابل وصلناه عندنا وكل اللي بيحصل ده قرايبنا اهو. السلك ده يا جدعان ده مفيش حد دخل ولا خرج. انا ماسكه من الصبح. سلك شبه ده مش السلك ده. اصبر. مش كان في واحده معاه في البرنامج اهو. اتفضلي. مساء الخير. انا رحت في داهيه. استاذ زلط. ايوه. حضرتك اللي كسبت معانا 10000 عضمايه. بس حضرتك في اخر البرنامج قلت انا مش عايز الجايزه بس عاوزك تبقي كويسه. اطمن عليك في بيت العدل ان شاء الله. لا 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 ما قالتش كده. وبعدين اللي عامل الموضوع ده كله صاحبتك يا هانم. اتفضلي. خلاص بقى يا دفشه يا حبيبتي ما يبقاش قلبك اسود. هو غلط وهيصلح غلطته خلاص. غلطت وهصلح غلطتي خلاص. ومش هيعمل كده تاني. ومش هعمل كده تاني. وراسه اللي من العصر الحجري دي هتتكسر. ايوه تتفشفش. يلا بقى يا ولاد خالتي احنا عملنا اللي علينا. ايه ده ولاد خالتك؟ ايوه كل دول ولاد خالتها. امال انت فاكر ايه؟ كل دي لعبه ملعوبه عليك عشان تعتذر لمراتك. اتفضل اعتذر. انا اسف يا حبيبتي. انا فعلا مش هعمل كده تاني. خلاص. انا توبت توبت توبت. ودي كانت اول كذبه من العصر الحجري.